النوع التاني من الاري بقى، احنا خدنا اري وان دايمنشن اللي هي كانت الشكل ده، اللي هي كانت الشكل ده. الشكل ده دي اسمها الاري وان دايمنشن، اللي هي بتشيل قيمة اكتر من قيمة في نفس الايه الكولوم على طول. طب افرض انت عندك بقى اري او بيانات تشيل للصف الواحد اكتر من بيان، يعني ايه؟ احنا مثلا عندنا او في الشركات تلاقي الموظف احمد محمود حسين علي، او هنا في المركز حتى، هنا في المركز تمام. ايه ما هو دي مش عارف يكتبها ازاي. طيب هنا في المركز حتى يجي يقول لك ايه، لما يجوا اخر الشهر يحاسبوا الناس يروحوا يقول لك، يروح اعمل لك كده، عندي خمس، عندي سبع ست ايام عمل، وعندي 10 انستراكتور، يروح كاتب لك كده، ايمن اليوم الاول، اليوم الثاني اللي هو سبت حد اثنين ثلاث، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس، اليوم الاول اللي هو سبت حد اثنين او سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس، هي دي الايام بتاعت. يقول لك اشتغل كم ساعه في اليوم الاول، والله اشتغل 6 ساعات، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، 8 ساعات. يجي بعد كده مثلا علي اشتغل كم ساعه، والله كذا 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 كذا، يبقى اصبح في الصف الواحد ليك كم قيمه، كذا قيمه. دي بيسموها الرين تو دايمنشن، هنا الموظفين وهنا ايام العمل، هنا الموظفين وهنا ايام العمل. نفترض يعني هنا بيقول لك انت في الصف الواحد ده اهو، ده الصف، ازاي ان ادخل قيم داتا كده، وهنا برضه ازاي تبقى الشكل عامل كده بالظبط، وهنا مثلا اتم، واجي هنا مع حفظ الالقاب يا استاذ اتم، هنا يجي يعملها كده، ازاي اخلي داتا تتشال بالمنظر ده، ازاي انا اخلي داتا بتتشال بالمنظر ده. الداتا كان عندنا بتتشال كده صح ولا غلط؟ بالطريقه دي بس في كولوم واحد. افرض انت عندك بقى داتا بتتشال كده، هتقعد تعرف لده الري وده الري وده الري وده الري وده الري وده الري وده الري، دي اول حاجه. طب اصبح هتعرف كام الري؟ 7. وغير كده وكده بقى انك لازم تعمل لهم ميرج، عشان لما اجيب ساعات ايمن ما تخشش مع ساعات علي، ما تخشش مع ساعات اتم، لا صح ولا غلط؟ لازم ايه؟ يبقى كلهم اتحطوا جنب بعض. هنا ازاي انا بقى، طبعا دي الطريقه دي بقى التو دايمنشن، انك تعمل اري بالطريقه دي، ده شكل الاري التو دايمنشن. تتعمل ازاي بقى يا ريس؟ بص يا سيدي، قال لك بتعرف دبل عادي او النوع اللي انت عايز تعرفه حسب البيانات اللي عايز تشيلها. والله هشيل بيانات مثلا من نوع سترينج او اي تايب. بعد كده قال لك اسم الاري بتاعتك، بعد كده حط القوسين دول، قوسين قوسين المره دي مش قوس واحد، يساوي نيو النوع اللي انت كتبته، بعد كده القوس الاول القوس الثاني. ايه بقى القوس الاول؟ قال لك الكولز وهنا الروز، عدد الاعمده وعدد الايه الصفوف، عدد الأعمدة وعدد الصفوف. معلش ثانية واحدة عشان بس ايه نشرحها صح، عشان نتأكد ان هي روز كولز ولا كولز روز. ايه صفوف وأعمدة؟ هنا 5 1 2 3 4 5، يبقى صفوف أعمدة، صفوف أعمدة صح. هنا 3 3 و5، يبقى هنا روز كولز، بس ان احنا بس روز الأول بعد كده كولز عشان بس نشتغل صح. لما تيجي تعرف الري زي دي
هتقول مثلا string اسمها c يساوي، او لازم تفتح القوسين دول، يساوي new string، تفتح القوس. هنا في كام عمود؟ كام صف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كام اهو جوه الصف؟ في كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6. كام؟ يبقى 7. دي اسمها array to damage. ازاي نعرفها بالطريقه دي؟ طب تعالى نشتغل كده في التيمب هنا. ادي المين اكتيفيتي، تعالى في الفلوتنج اكشن وقف الكود ده مثلا. او اي ان تي سي النقطه القوسين دول يساوي نيو اي ان تي، هو حطهم لك على طول. قال لك كام؟ 3. يبقى كام صف؟ 5 4 متر. كده معناها انك عرفت اري تو دايمنشن مكونه من 3 صفوف، 0 1 كام؟ 2 0 1. البابليك لما طلعت معانا ايرور قبل كده، اما يكون اشتغل على مستوى كذا كذا بلوك. يعني ايه مستوى كذا بلوك؟ لو انت عندك كود الصفحه بتاعه قدام حضرتك كده، وعندك كود هنا بتاع زرار، وكود تاني بتاع زرار تاني، وكود تاني بتاع زرار تاني، عندك المتغير هيتعرف في الثلاثه، هيشتغل في الثلاثه، يبقى اتعرف بابليك فوق، يبقى كده على مستوى الصفحه كلها. لو المتغير هيشتغل في البلوك ده بس، يبقى اتعرف جوه الزرار ده بس. فاهمني؟ اون كرييت دي معناها ان المتغير يتعرف على مستوى البيج لود، اول ما الصفحه تحمل المتغير ده يتعرف، مش لما ادوس على زرار. اول ما الصفحه تفتح المتغير ده يتم تعريفه ويتم العمل معاه من غير ما تدوس على اي حاجه، من غير ما تدوس على اي حاجه. اما في لو هنا انت حاطه تحت زرار، وهنا حاطه تحت زرار تاني، وقلت اي ان تي زد، زد ده مش هيتعرف غير لما تضغط على الزرار ده، مش هيتم تعريفه خالص ولا كأنه مستخدم. اما لو حطيته في الهوم كرييت، اول ما الصفحه تتحمل يتعرف على طول اوتوماتيك. طب لو حطيته في البابليك فوق، اول ما الصفحه تتحمل يتعرف اوتوماتيك برضه، بس في نفس الوقت يقدر يشتغل على مستوى كام بلوك؟ كذا بلوك. بس لو كتب جنبيه بابليك، يعني انت عرفته فوق بس، يبقى على مستوى الشاشه. لو كتب جنبيه كلمه بابليك، بابليك اي ان تي زد، يبقى في الحاله دي اقدر ايه؟ استخدمه في كذا شاشه، مش في شاشه واحده زي اللي عملناه هنا، زي في الليست اهي. بص هنا مستعد، انا كتبت ايه؟ بابليك ستاتيك ليست تمب. انت في شاشه مين اكتيفيتي، في المين ليست قدرت تكتب كده اهو، حتى انا هكتبها لك هنا، مين اكتيفيتي دوت، احنا سميناها ماب اكتيفيتي، مين دوت تمب ظهر اهي. ماشي اهي، تمب ظهر اهي، خدت بالك؟ طيب هنا الزد دي لو عايز على مستوى المشروع اكتب بابليك ستاتيك، وجيت هنا مين اكتيفيتي دوت، الزد ظهر اهي. لو كانت، لو قلت هنا يساوي 90 ورحت جيت هنا شلت دي، هيدي ايرور هنا. فاهمني؟ طيب عشان مش متعرفه بابليك. اما انت هنا معرفه هنا، لو حبيت تستخدمها جوه هنا مقريه، انت جوه الاون كليك. لو حبيت تطلع بره هنا كده جوه الاون كليك بتاعتنا الثانيه مقريه، عشان متعرفه على مستوى الايه؟ الشاشه. لو جيت هنا قلت اي ان تي ام تساوي 20، وجيت هنا رحت قلت ام مقريه، مقريه يا مستر اتم، الام موجوده؟ لا الام بس. لا ليه؟ عشان انت حضرتك معرفها جوه الحته دي اهي. اجي هنا ام موجوده اهي، اطلع بره بقى هنا واكتب ام مش موجوده. حضرتك فاهمني؟ يبقى كده المتغير تقدر تاكسس عليه في الحته دي، ما تقدرش تاكسس عليه في الحته دي. حسب بقى نوع المتغير بقى، انت عايز المتغير ده يتعرف عام، ولا على مستوى البلوك، ولا على مستوى المشروع. لو على مستوى المشروع حطه فوق خالص واكتب بابليك ستاتيك قبليه. لو على مستوى الشاشه حطه فوق خالص بس.
لو على مستوى بلوك معين احطه في البلوك بس، تمام؟ ده بيسمى متغير على مستوى الاكتيفيتي، متغير على مستوى الزرار، متغير على مستوى المشروع. خلاص ده الليفلز، ده ليفلز التعريفيه. طيب تعالى بقى هنا نرجع تاني لموضوعنا هنا. اكتب 9 و10 لا على حسب الداتا اللي بتدخل. زي ما عملناها. طب ما احنا هنا كنا معرفين الري، لو خدت بالك هنا الاربعه دي بتزيد مثلا اهي اهي. الراجل كتب عدد الايام، راح عرف الري حسب العدد اللي ده، مش بالضروره ثابته، مش بالضروره. خلاص هنا كده عرفنا الري. عايز بقى حضرتك تحط قيمه جوه الري. قال لك انت اول ما عملت كده بالظبط عمل كده، انسرت تيبل. احنا قلنا كام في كام؟ 3 في 4، 3 اللي هو الصفوف و4 اللي هو الاعمده. اوكي لو حضرتك عايز الخانه دي، دي اسمها صفر وصفر. لو الخانه دي صفر وواحد، لو الخانه دي، لو الخانه دي زي الاكسل، لو عايز الخانه دي واحد صفر، واحد واحد، واحد كذا، اثنين، واحد ثلاثة. جاية منين؟ جاية كده بالظبط، صفر واحد اثنين، صفر واحد اثنين ثلاثة. يبقى انا لو عايز دي مع مصطفى واحد واحد، لو عايز دي اثنين وكام، لو عايز دي، لو عايز دي اثنين وصفر، تمام؟ طيب عايزين ندخل كام جوه الاريه؟ تشربوا شاي؟ طيب نرجع تاني ال ايه؟ التو دايمنشن بقى. دي الاريه التو دايمنشن، شكلها عامل كده بالظبط. ده صفر واحد اثنين، وده صفر واحد اثنين ثلاثة. هنا يبقى الرو رقم 2، الكولوم رقم 2 برضو، يبقى دي 2 و2. بنعرف متغير ازاي؟ زي ما اتفقنا بكده بالطريقه دي. طيب دي رقم 1، عايز احط قيمه جوه الاري، عايز املى قيم بقى. هنا عايز احط هنا 70 او 50، عايز احط هنا 90، عايز احط هنا 100. قال لك لما تحط قيم جوه الاري، قال لك محتاج ان انت زي ما بتمشي يدوي بلدي كده، هنا هتبدا تحط ازاي؟ كده كده كده، بعد كده تنزل ثغره، كده كده كده، بعد كده تنزل كده كده كده، بنحط هنا كده. ده الملء الصح في الاري، ده الملء الصح، ما بنبناش كده. لو ورقه وقلم هتملى براحتك، ولا انا ما هتملى، بس الملء الصح في الاري انك تفيل الاري كده، تمام؟ قال لك يبقى معنى كده هتخش جوه الصف رقم، هتفوت كم مره؟ هتخش بعد كده جوه الرقم، هتفوت كم مره؟ هتخش جوه رقم، هتفوت كم مره؟ يبقى انت بعد كده ضربت، يعني لفيت 3 في كام؟ بتصحى الغلط، يعني معنى كده نستد لوب. نستد لوب معناها 2 لوب جوه بعض. ليه؟ لوب تفوت على الصف، تمام؟ ولوب تفوت على العمود. خلصت العمود تخش على الصف، لوب تفوت على الصف ولوب تفوت على العمود. خلاص دي بيسموها نستد لوب. بتعمل ازاي؟ قال لك بتكتب فور اي ان تي رو، انا هسميه رو ايكوال صفر. الرو من كام؟ 3، صح غلط؟ يبقى رو اقل من او يساوي كام؟ 2. طالما قلت يساوي، لو ما قلتش يساوي كنت هقول اقل من 3، عشان صفر واحد اثنين ما تنساش كده. بعد كده رو بلس بلس، دي اول فور، اول لوب. تاني لوب فور تانيه اي ان تي كولوم ايكوال زيرو، كولوم اقل من او يساوي اربعه ثلاثه. لو قلت، طالما لو قلت يساوي يبقى ثلاثه، لو قلت اقل من اربعه يبقى خلاص. بعد كده كول بلس بلس، عايز ادخل قيم جوه الاري اهو. تتقال ازاي بقى؟
الاري اسمها ايه؟ سي افتح قوس، مين اللي شايل الرو؟ مين المتغير اللي شايل الصف؟ هو الرو. ومين المتغير اللي شايل العمود؟ الكول. يساوي 150 مثلا. يبقى انت كده هتحط في الخانات كلها كام؟ هيجي هنا اول مره الرو بكام يخش؟ زيرو. يبقى هنا زيرو زيرو، يرجع تاني على دي، ما يرجعش لما يخلصها. دي من زيرو لكام؟ يبقى زيرو واحد، يرجع تاني زيرو اتنين، يرجع تاني زيرو تلاتة، يرجع تاني. خلاص خلصت، اطلع بره، خش على دي، بقت كام؟ واحد. خش هنا بواحد، يبقى واحد زيرو، ارجع تاني واحد واحد. يعني معنى كده عايز تقول ايه؟ اللوب الداخلية ما تطلعش منها غير لما تخلصها. اللوب الداخلية ما تطلعش منها غير لما تخلصها. هنا الصفر بخش كم مرة؟ ثلاثة. صفر وصفر، صفر وواحد، صفر واثنين. الواحد واحد وصفر، واحد 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 اثنين. عمري ما اقول اثنين وصفر واخرج، لا كمل. يبقى اللوب دي اللي هي اللوب، الناس تدوب شغالة كده. اللوب الداخلية ما تخرجش منها غير لما تخلصها. اللوب الداخليه ما تخرجش منها غير لما تخلص. خلاص تيجي بعد كده دخلت باتنين، يبقى اتنين وصفر، تخلص دي كلها، ما تجيش تقول اتنين وصفر واخرج، لا ده يا حبيبي دي من صفر لاربعه، يبقى اتنين وصفر، اتنين وواحد، اتنين واتنين، اتنين وتلاته، اتنين واربعه. بعد كده خلص اتنين وتلاته بس، مش هينفع اربعه عشان اخر اربعه. اخرج تاني تلاته، لا خلاص خلصت. دي طريقه. قال لك ممكن تيجي هنا تقول سي دوت لينس، وهنا مش دي العمود، تقول سي دوت اوف رو دوت لينس. دي معناها بتجيب كام صف، ودي معناها بتجيب كام عمود في الصف. ليه؟ عشان هنا لو كتبت خمسة وستة هتعدي الحاجة هنا. خلاص هو اوتوماتيك، هو اوتوماتيك يجيب حسب العدد اللي دخل. سي دوت لينس لوحدها هتجيب خمسة، سي دوت رو دوت لينس هات عدد الكولوم في الصف هات ست، اوتوماتيك تجيب ست. واصلة؟ دي بدل ما تقعد انت ايه؟ يا اما قدامك حل، هتضطر تكتب هنا كام؟ خمسة، وتضطر تكتب هنا ستة. اف اتغيرت بقى تسعة، هتضطر تغير هنا تسعة. طب وقال لك طب وليه؟ طب ما تستخدم الفانكشن اللي موجودة جوه الجافا اللي بتجيب عدد الصفوف وعدد الأعمدة. طب بتجيب ازاي؟ قال لك الفانكشن دي اسمها لينس، لو جت مع الأري على طول يبقى ده عدد الصفوف، لو جت مع الأري اوف الصف يبقى بتجيب عدد الأعمدة. واصلة؟ طيب دي كده احنا ايه؟ دخلنا قيم جوه الأري. عايز تخرج، دخلت كم قيمة؟ تسعة، صح ولا غلط؟ هتخرج كم قيمة؟ تسعة، صح ولا غلط؟ هل تسعة في كولوم واحد؟ التسعة في كولوم واحد ولا لا؟ التسعة متفرطين تلاتات، صح ولا غلط؟ يبقى برضو array to dimension، يبقى برضو لما تخرج قيمة من الاري خرجها باتنين لوب، زي ما دخلت قيمة جوه الاري بتو لوب باتنين لوب نستد لوب، برضو هتخرج قيمة من الاري بنفس الطريقة دي كوبي. بس طبعا لما بنيجي نطبع بنقول ايه؟ alert او ايه؟ او توست. توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن، او ممكن تكتب كده كوما سي رو كول. دوت تو سترينج، او تقول بلس مسافه كده كوما توست دوت لينس كوما توست دوت لينس دوت شو مين اكتيفيتي ذس، هي جيت ابلكيشن. بس انت في شاشه مين دلوقتي؟ هي في نفس الشاشه، احنا قلناها كده اهي. كده انت بتعرض الكام اللي دخل جوه الاري، كده انت بتعرض الكام اللي دخل، زي ما دخلت بتو دايمنشن بالاري نستد لوب برضه هتدخل هتخرج بالريستد لوب. دايما التو دايمنشن كده، التو دايمنشن لازم تدخل قيم جوه الاري بايه؟ بنستد لوب. نستد لوب معناها ايه؟ لوب جوه لوب.
زي بالظبط عندنا الطالب الواحد عنده كم ماده مثلا؟ 6 مواد في الترم، واحنا عندنا كم طالب؟ 50. يبقى هتمسك الطالب الاول تخش جوه كم مره؟ 6، وتمسك الطالب الثاني تخش جوه 6، وتمسك الطالب الثالث 6. هي دي اسمها الريتو دايمنشن، زي ما بتظهر النتيجه بالظبط. 150 دي معناها القيم اللي هتتحط، القيم اللي هتتحط هنا 150 في الكل. يا اما نعملها بانبوت دايما زي ما بنعمل، خلاص زي اي حاجه زي بالظبط. بتيجي تطلع نتيجه بتلاقي كده، تلاقي مثلا اسم الطالب احمد محمود والمواد بتاعته ودرجاته، اهي دي الري تو دايمنشن. مش هقدر اعمل بقى انا الري ده والري ده والري ده والري ده والري ده، وبعد كده اعمل لهم ميرج موال. خلاص اسمها الري تو دايمنشن. ايه؟ ممكن تطلع في ليست، ممكن تطلع في ليست برضه. دي ما نيجي بقى نشرحها مع الاو بي بتبقى افضل في المادة. والافضل فيها بقى انها جريد فيو. الافضل من الليست في الاري دي جريد فيو، عشان الجريد فيو كده متقسمه كده صح؟ يبقى شبه مين؟ شبه. يبقى في الحاله دي لما تحشي تحط قيم من الاري ليست، هناخد مثال عليه، لما تحط قيم من ديل دي يبقى تتحط في جريد فيو. الافضل انها تتحط كده. واصله؟ لو عايز تملاها قيم من المستخدم ده انت اللي ترد مش انا. زي الانبوت دايلوج، مش احنا كنا عاملين الانبوت دايلوج هنا يا شباب كده؟ دي هعمل دي، وبدل ما اخد 150 اقول له خد القيمه من التكست اللي جوه الانبوت دايلوج زي ما عملناها في الاري، هي نفس القيمه بالظبط نفس الطريقه، بس انا بقول بدي 150 عشان بشرح. خلاص هي برضو انبوت دايلوج زي ما انت هنا قلت في الاري بتاعت حضرتك هنا التمبا ايه؟ كنت بتقول ايه؟ فين الاري مش هي دي؟ بتاخد ايه؟ دبل دوت بارس دبل جيت تكست، نفس الكلام بس مش ديجري اوف زد بقى، لا هتبقى كده سي رو دوت كولوم يساوي دبل دوت كذا دوت جيت تكست، عشان الاري تو دايمنشن. يبقى هتحط قيم من مين؟ من المستخدم اهي. لو عملنا كده قط خدها كوبي كلها وجينا هنا وقف الكود ده كله، ماشي، وقف دي هي كمان، وتعالى هنا اعمل كده اهي دبل دوت بارس دبل كذا. السي نوع اهي انت، وانت عامل ايه؟ يبقى انت جر، يا اما خليها دبل وخلاص بدل ما نقعد ايه اهي. فاهمني؟ عايز تطلع قيم من الاري اهو هيخرجها بالشكل ده. تعالى كده نجرب. كام في كام؟ 5 في 6؟ ده احنا هندخل 30 قيمة. طب نصغرها. 2 في 3 على الأقل. 2 في 3. تمام؟ هدوس هنا على الزرار، ملوش علاقة بدي بقى خلاص أنا موقف. ماشي دخل اي قيمة مش فارقة اهو. 5 ادي اول قيمة. تاني قيمة دخلنا كم قيمة؟ 2 بس. ازاي؟ مش فارقة، هو في حاجة فوق هنا تبعها؟ ده عامل لوب عشان انا حاطط 2، فاللوب دي تتوقف برضه. يا جماعة الكود ده يقف يا جماعة، الكود اهو عشان كده هو لف مرتين. في كود لازم يقف بس كده تمام، عشان حطيت الكود ده جوه لوب مرتين، هو لف مرتين بس.
دي اول قيمة. بس ده غريب قوي. احنا بص نوقف، احنا كده كده شرحنا الكود خلاص. ايوه هو كلامه صح، هو لازم صح على فكرة. عارف ليه؟ عشان كل ده لازم يتحط جوه اللوب. هو بص الكود فين؟ لازم كل ده اهو يتحط جوه اللوب هنا في الحتة دي، مكان دي هنا عشان يظهر في الحتة دي، عشان يظهر زي ما كان محطوط اللوب الأولانية. وقوم كليك برضو الحتة دي قط. فين قوم كليك؟ خلاص ده في كواس ايه بايظة كلها. ده الكوب بتاع الاون كليك، وده الكوب بتاع اللوب. حط قط ونحط في الحتة ده بتاع الاخراج. هي كواس بقى دلوقتي. هنا المتغير متعرف اهو، وادي سي بيقولك لازم يتعرف ايه فاينل، واخد بالك؟ فاينل ما ينفعش يزيد. لازم يتعرف فاينل هنا السي اهو. ماشي هنضطر زي لو عملناه المره اللي فاتت. هنضطر نعرف كده اهو اي ان تي. كان كنا عايزين ندي مثال عليها، كان ندي مثال عليها اساسا. سي وار كول وار، سميها سي او بس. الرو دي بتاعت مين؟ دي بتاعت مين؟ الار. صح ولا غلط؟ يبقى ار ايكوال زيرو، ار بلس بلس. بس بعد قفلتها هنا. ودي بتاعت مين؟ الكولوم. صح غلط؟ كولوم بلس بلس. عارفين زي الزد؟ هي فكرة الزد اهي. في قوس تاني لسه ما اتقفلش، ولا في قوس تاني زيادة؟ ده زيادة. لا ده لا، ده بتاع الاون كرييت يا جماعة، ده بتاع الاون كليك. ايه ده؟ لو قال اكسبكتد يبقى في كوس لسه ما اتقفلش. ده كوس الاون كليك العادية. في عندنا الكوس ده اهو الكبير ده اللي هو ده، ده قفلته هنا. بس كده؟ جرب بقى كده. احنا حطينا اللي اوت جوه الفور، ده اللي احنا عملناه عشان القيم اللي تخش هي تخش هنا، تخش قيم متغيرة. ده مش فارق اي قيم، مش فارق حتى كانت زيرو ولا اي اندهار. دي ده الرو. لا لا بصي، ده لا مش زاوية. انا بدخل اي ارقام تعجبني. لا او زيرو، ده الرقم اللي هنا مش فارق معايا خالص. ده انا بس حاطه هنا بس كده
عشان ما يقوليش كده. اما هو مش فارق معايا المثال ده خالص. ما اشتغلش ادي الاون كليك ادي اللي اوت ظهر دي بقى ليه ان شاء الله. عملنا مثال لوحدها احسن بدل ما نقعد نغير. انا كده كنت عايز ادي مثال جديد بس لما احمد سال عليها قلنا نحطها. خلاص بقى مش مشكله نحط بقى. هو قوس في قوس ده قفلته فين؟ ده قفلته وده اهو مظبوط وده هنا حط هنا. ده بقى دي المشكله. امبارح قفلوا التكييف عشان قالوا الناس سقعانين. القوس ده بتاعي ده بتاع الفور وده بتاع ال LCF. ده بقى ايه ده ان شاء الله. ماشي بقى دول كده قط وارمي كل الهيصة دي وارمي كده مفيش ورقة صح كده. ماشي btn dot set on click new view ارمي كودك هنا بقى بس نجرب كده. قيمة بس عشان بص خمسة ضرب لينس اتنين ضرب هنا في الحتة دي الأرض ده فين اهو خلينا ناخد مثال بدل ما ايه بدل ما نعدل في مثال موجود عشان ناخد مثال من اوله لاخره. بس هي طريقة الادخال بالطريقة دي بتعمل اتنين لوب جوا بعض وبتقول يساوي القيمة اللي هيجيبها من اللاي اوت. طريقة عادية جدا بس كل الفكرة انك تعمل كام فور؟ اتنين فور واحدة للصف وواحدة للعمود. دي اهم حاجة في اللي فين بالنسبة للتو دايمنشن. طيب هناخدها مثال بقى مع الاو بي. وقف دي